ام بي بوم يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. بدري عليك. شوت يا عيال، راسي صداع يا ابوي، رجت امنا من اليوم. هاي راسي، هاي راسي، يا انك تاخذ لك مسكن او انك تسترجل وتنبكم. اخذت مسكن ما فات. ترى ما تعصب راسك بخرزه ولا بيق ماش، ترى الحركه زينه وتشيل الصداع. طيب جيب الخرقه اللي فوق راسك. شو مش ماغي خرزه؟ بعدين ما والله اعطيك اياه تحطه فوق شوشك هم يبسه يا المدود. يوه يا صالح، فين المراجل والشيلات ولا شكله كلام فاضي؟ افا والله لا شيل عيب ولد عمي. تعال يا عزوز، خذ شماغي وعطى شكر. اقول خف علينا يا نمر بن عدوان، اقول العب بس. اقول اسكت بس. يا اخوان، الحبة اللي في رقبة عامر مني مطمنة على الآخر. شلون ما تطمنت له؟ كل العالم يطلع له حبوب. اي ليش منزلين الصوات لكم كذا؟ يا فقي وطي صوتك، ممنوع منعن باتن عامر يدري عن الحبة هذه. تمام، إن راحت من لحالها الخير وأهله، لكن لو ما راحت وشكله ده المتوقع، أنا راح أوصل له معلومة بالطريقة الدبلوماسية. اتفقنا يا عيال؟ اتفقنا. عامر عامر، في رقبتك حبة تخوف. الحين هذه الحبة برقبتي أنا. أيوة يا عامر، في رقبتك أنت. أكيد، يعني ما بمقطع فيديو ولا واحد ثاني. انت يا عامر، انت ياسر لا يكون تلعبون علي حاطين فلتر بالسناب. لا يا عامر، والله مو فلتر بالسناب ولا شيء، ابلش. وزي ما قلت لكم، في اسباب متعدده بناء على شكل الحبه وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الاصابه بالجدري او الحصبه، وفي حبوب بتدل على الاصابه بالمرض الداخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا الارم ان في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبه. فانا انصح محدش يلعب في الحبه ولا يعرضها للشمس وبعض الانواع من الاقمشه لحين عرضها على طبيب مختص. الحبة الكبيرة تجيب لك مرض خطير. شيك؟ ها؟ لا ما في شيء. وش الصوت اللي مشغله؟ لا عاد تدخلين الغرفة كذا فجأة، يلا دزيها يلا. مريض؟ وش دراها؟ يمكن شافت الحبة. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. هي لا تنفخ عليه، ما سوى لك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انتي؟ ما هو بشغله، ستطلعي منها أحسلس. يا الله صباح خير.
الناس تصبح على خير وانتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبقى هو اللي بادي. امس طاردني من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره غرفتي ما بيسطبينها، اوكي؟ خلاص على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعة مشان الله انتبهوا من أقل البقوليات، لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات. عامر فيك يا أمي؟ ما فيني شيء. إلا فيك شيء، أنت متغير، وش فيك؟ قلت لس ما فيني شيء. حبيبي أنا أمك وعرفك زين، قولي وش فيك؟ الحبة شافة عزوز برقبتي، حبة كبيرة. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا، عندي موضوع مع عامر، يلا. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة بركبتي تخوف، شكلها غريب. ورني أشوف. إيه بس بتعلمي لحد. لا. بس كذا؟ ومزعل نفسك وحاط لك قم. يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وإن شاء الله بتروح. يعني عادي؟ عادي. طب من وش طلعت لي؟ متى يما؟ يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله. الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد. مرحوم يلي مات بأول شبابه. معليش بالغلط. مسوي بالغلط؟ ما تعرف بابنا من بابكم؟ آسف يا مي، ما نمت زين. يا عمري اللي تشكي ظروفك. أقول لا تسوي فيها دار المسكين ودزها. لا تحكمين على غيرك وانت ما تعرفين ظروف الناس. خلاص يكفي دراما، انقلع. يهو ايش فيه؟ صلوا على النبي، ايش اللي ساير؟ تعال شوف حل خويك. تعال يا عم. وي عامر، ايش هذا اللي في رقبتك؟ ايش حاطط؟ حطيت قم لان سمعت الدكتور يقول المفروض ما حد يلمسها. اذا انت كبرت الموضوع زياده.
حبيبي لما حطيتك قمع انت على الحبة كده كتمتها وخليتها تعفن، حتى كمان راح تطلع لك حبة تانية موازية لها في ذمتك. ايوه يعني دهن انت لما تنام وتصحى راح تصحى تحصل حبة تانية في حلقك. ام عاد انا اسفة يا عامر اني ظلمتك، الله يشفيك الله يشفيك. ايش بك يا عامر هالديو؟ هي كلها حبة، تبغى تكشف عنها اكشف، ما تبغى برضو بكيفك، الوقت كفيل يبين لك كل حاجة. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت، تعرف ايش تسبب لك الحبة. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقة حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه وتسبب اقوى من كده. حبيبي انا خالي مجدي، مجدي ديكا عنده صي الحبة دي اختها بالظبط، بعد يومين اتنين مسكين من منها طلعت له تدري سببت له شفاف في الفم نشفان كده ما يقدر ينطق، وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب وطب يطيح لانه ذاته دوخه. انا نفس خالك مجدي ديكا، فيني نشفان وفيني دوخه. طب شلون هو تعالج منها؟ شلون وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا شلون طفى؟ طب مات توفاه الله. يعني غادر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان إنسان كويس. أما أنت يا عامر لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت أنا؟ لأنك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش سوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة أبيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا وجيه الخير اجزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما بي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر، تكفون سامحوني وحلوني. اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني، تكفون سامحوني يا أخوان سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني. أروح. إيش قاعد تسوين أنت؟ هذا ملابسك أنت، سوي غسيل. لا 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 لا، ما تغسلين ملابسي بالبيت. أنا ما أقدر أسامح نفسي لو جاهلي شيء. ها؟ إيش كلام أنت؟ ما راح تفهمين يا ميري، صدقيني ما راح تفهمين. أحمد ربس إن الشغالة وأكبر هم الطبخ وغسيل. إن شاء الله ما تعيشين اللي أنا عشته. ولا أوفر. شيل. يا الحبيب انا مستعجل، عطني فاتوره. كنسلنا ما نبي نغسل. الله يجيرنا من النار.
ايش عندك هنا؟ جيت اشوف النار. انت اللي شاب النار؟ لا لا لا، انا جيت ولقيتها مشبوبه. هذه لك؟ وش؟ تعال تعال، وش اللي في رقبتك؟ انا ما ادري يا حضره العسكري، لو ادري كم ما حركت ملابسي، بس انا مريض. انا مريض وخايف على اهلي من المرض. هذا مسكين شكله مجنون ولا مريض، لكن خلنا نشوف نشي بس نطفي بها النار. بيتكم وين؟ بيتنا بالحاره هنا. يلا يلا على بيتكم، لا ركبك الدريه، يلا على بيتكم. سمسم ابشر، الله يوفقكم، الله يقويكم، الله يكفيكم شر الحبوب. حبوب؟ شو حبوبه؟ اللي مثل هذه. اللهم امين. يلا يلا على بيتكم يلا. سمسم ابشر. أقول لك يا مسلمة دق الباب قبل ما تفتحينه. أقول وينك عن جوالك أنت؟ جوالي ما بيه، ولو بيدي كان كسرته، بس ما أقدر. الحمد لله والشكر، وراك مخليه مع سالم يخلطه. كان قفلته ورتحت منه. مو بشغلس، أطلعي برا، أطلعي برا. ترى صديقك تحت استناك. عزوز، والله لو ما تبطل هالحركات وتمشي معي الحين، لا أنت خويي ولا أنا عارفك. أخي وش تبي مني أنت؟ شايف وش مسوي في نفسك أنت؟ تراها حبة، حبة تطلع لأي واحد في الدنيا، تعال اكشف وارتح من العذاب اللي انت فيه. طيب وإذا طلع؟ لا أنا ولا أنت دكاترة، الدكتور هو اللي دارس طب وبيعلمك وش السالفة. يلا مش معي. وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وش تبي انت؟ الله لا يحييك يا شيخ، انقلع مع الله لا يعيدها من سفره معك. احذف رقمي، ما عاد ابيك ولا عاد ابي اسافر وياك. حتى انت حبه؟ لا زكمه. طب ليه بتاثر؟ عامر علي وهذا كل اللي صار بي يا دكتور. علمني وش فيني انا؟ تمام استاذ عامر، صراحة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله خير بإذن الله. كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن إحنا محتاجين نعمل شوية تحاليل في المعمل بتاعنا تحت. تخلص التحاليل وبعدين أقدر أقول لك في إيه. يعني شيء خطير؟ ما أقدرش أفيدك في حالتك دي غير لما تطلع نتيجة التحاليل. ده نظام، تطلع النتيجة وبعدين أقدر أفيدك في إيه. ببلش. ها شفت إنك مكبر المواضيع، الله يهديك. بكرة تطلع النتيجة وترتاح من ذا التفكير. إيه بس إذا طلعت النتيجة خطيرة. طب إذا قال الدكتور نبي تحاليل إضافية؟ أصلا أنا ما أدري شلون أنتظر لبكرة. أحبك لأنك دمت وجهك. إيه اللي يده بالنار مو بزي اللي يده بالماء. يا سليمان، الدنيا حياة وموت، وما يدري الواحد وش يلاقي من صواديفها. أوصيك فمي أبوي، خليك قريب منهم. أختي نوف، أختي نوف أنت عضيدة ولا تنساها، ترى أهلي ما لهم غنات عنك. هذا الكلام صحيح يا سليمان، أسمع كلام أخوك عامر، بكرة راح يموت، بعدين فين تحصل أخو كبير زي عامر ينصح؟ أنت إيش دخلك هنا؟ شلون جيت؟ هذا يا عامر، أنا ما نطيت من فوق السور، أخوك سليمان هو اللي فكر لي الباب ودخلني هنا. طق الباب، شفت اخويك عزوز دخلت المجلس لما تجي. يهو يا عموري، فين كرم الضيافة؟ يهو فين القهوة والشاي؟ بعد اللي يومين ارسلك على الواتساب، ليش ما تفك رسائل؟ اطلع برا، اطلع برا. يهو ضيوف. يهو يا كبك انت ويولا الرحمة يا أموري كباف. تفضل. الواحد ما وده يحط بذمته شيء. الصدق إني كنت أسرق منك شواحن وأسلاك
مع انك كنتي تحطين مناكير لاني امسحها بزيت فرامل واخذها مع الاستراحه. هذه هديه بسيطه واتمنى انك تسامحيني وتحليني. سامحيني يا نوف، سامحيني وحليني. يلا بسرعه يا دكتور تكفى قل لي الحقيقه. وانا هكذب بس عليك ليه يا عامر؟ الموضوع كله ببساطة. أنا مؤمن، أنا مؤمن وأتحمل. قلها قلها، وش نتيجة التحليل؟ يا ابن الحلال أنت يا مطفوق ارفق شوي، خلي الدكتور يتكلم، عطى فرصة. تفضل دكتور. فحوصاتك كلها سليمة، كل الموضوع بس ببساطة إن إحنا هنكتب لك على المرهم دوت تمشي عليه لمدة 3 أيام والحباية تروح خالص. كل والله والله حبك ماجد عبد الله. أموت فيك يا شيخ، أموت فيك يا شيخ، موت فيك أنا يا شيخ، موت فيك. حبك بعد لا 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 عمر كنت استعجلت شوي. اتحداك العوارض البطلة. هلا والله أم عاد، عباية زرقاء تشجعين الزعيم. كافو والله حق، موت فيك انا يا شيخ. سمي يا خاله، محتاجه شيء، ناقص شيء، ابد تحت امرس انا، اي شيء تبينه تحت امرس. يا شيخ والله اني اسف حقك علي، كنت منفس ومنضغط. ابشر بالحق والله. حتى انت تحليلك سليمه؟ اي ابشرك الحمد لله. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. ايه خوي بس دي المره نبغاها تايلند، خوتك تنشر. ام عاد بتروح تايلند؟ ايه ابشرك، انا ما صدقت على الله، بروح انا واخوي مكه. الله يوفقكم. امين، ندعي لك هناك. ايه تمام تمام اوكي. يا اخي توني احس بطعم الحياه، تصدق ودي اسوي كل شيء، اكل العب افل امها. ايه يا رجال نبي عامر الاول يرجع، الحين ناخذ المرهم هذا بس وبعدها ينزل لك احلى عشاء في افخم مطعم في الرياض. كفو يا صديقي. دكتور. هلا. أنت ما تدري شلون كانت النفسية أول، الحين تب التب. تفضل. شكرا يا دكتور. الحين المرهم ذا كم يبي له يشيل الحبة؟ يا لطيف. هو صحيح إن شكلها يخوف، بس الدكتور يقول انها بسيطة وكم يوم وتروح. الدكتور اللي كتب لك المرهم ده مختص؟ لا رحنا طبيب عام. انت محتاج تروح لاستشاري مختص بالحالات الدقيقة، لان الحباية دي شكلها مقلق. ايوة يعني رجعنا لطاري يلي، الحين توني اقول ابا في الام وبنبسط وبستانس وانت تقول مقلق يا قلق. الله لا يوفر، الله لا يوفق لا انت ولا الطبيب العام. فلوس المرهم الله يشفيك. قايل لك انها خطيره وانت موديني الدكتور سكه ما يفهم شيء. خلاص يا ابن الحلال تعوذ من الشيطان، اعوذ بالله. ضو شابه ما تشوف شلون ارتاع يوم شافها. اي لا تقعد تصارخ علي، خلاص عاد نروح استشاري زي ما قال ونشوف وش يقول ونرجع للدوامة نفسها. الله ياخذني يوم طاوعتك. سويت مو بنا ذي. تكفى ياسر تكفى شلها. الحين قاعد تسفل فيني من اليوم وتقولي شلها؟ يا ابن الحلال لا تشخصن الموضوع، خلاص انا السفله شيلها. خلاص خلاص اسكت لا تتحرك تكفى. حامل راحت الحبه. ذمتك. سلام يا تكتك، اليوم بعطيكم طريقه علاج اللي تطلع حبوب فجأة بجسمه.